السلام عليكم. اليوم معنا درس مظهر الرسائل العصبية وطرق انتقالها. تعريف عن الرسالة العصبية: هي إشارات كهربائية، يعني مظهر الرسالة العصبية هي إشارات كهربائية ناجمة عن تنبيه مستقبل حسي. لدراسة نشأتها على مستوى مستقبل حسي، أخذنا جسيم باسيني وهو حساس للضغط. يمكن تسجيل تولد وانتقال الرسالة العصبية بواسطة جهاز إلكتروني يسجل ظواهر كهربائية بين قطبي استقبال يدعى رسم الدبدبات المهبطي. في حالة عدم تنبيه العصب، يعني مدام هو حساس للضغط لم نقم بأي ضغط، يظهر على الشاشة رسم الدبدبات المهبطي خط أفقي، يعني منحنى ثابت، يعني راه في حالة راحة، يدل على أن العصب مستقطب. شتاني مستقطب يعني يحمل شحنة موجبة على سطحه الخارجي وسالبة على سطحه الداخلي، يسمى هذا بكمون راحة. الآن في حالة تنبيه، يثبت قطبي الاستقبال جهاز الدبدبات المهبطي المسربان على سطح الليف المعزول والآخر في المقطع. ينبه الليف العصبي تنبيه فعال، يعني ضغط شديد. ونلاحظ ظهور على الشاشة رسم الاهتزاز المهبطي منحنيات، وهذا يعني على أنه في حالة نشاط. ومن زوال الاستقطاب، بحيث حدث عكس للشحنات على سطح الخارجي. في نقطة تنبيه أصبحت الشحنة سالبة والسطح الداخلي شحنة موجبة، يعني كنا مستقطب يحمل شحنة موجبة على سطحه الخارجي وسالب على سطحه الداخلي. وزوال الاستقطاب حدث العكس للشحنات، أي على سطح الخارجي في نقطة تنبيه أصبحت الشحنة سالبة والسطح الداخلي شحنة موجبة. وينتشر هذا التغير على شكل موجة على طول الليف العصبي، يعني هذه الشحنات العصبية هي التي تولد الرسالة. وعندما يجتاز التنبيه تعود من جديد إلى الاستقطاب، يعني الشحنات ترجع كما كانت، موجب على سطحه وناقص في الداخل، فيظهر لنا منحنى أحادي الطور. وهذا ما يسمى بكمون عمل. مراحل كمون العمل: زوال الاستقطاب، عودة الاستقطاب، فرط الاستقطاب، العودة إلى كمون الراحة. في كمون الراحة يكون المنحنى مستقيم، إذن تتولد الرسالة العصبية عن تنبيه فعال. تنبيه فعال قلنا هو تنبيه الذي يتميز بشدة ومدة زمنية كافية لتوليد رسالة عصبية. نعودو، تتولد الرسالة العصبية عن تنبيه فعال للمستقبل الحسي بالمنبه الموافق، وتنتقل بواسطة الألياف الحسية للعصب إلى القشرة المخية في شكل إشارات كهربائية. رغم كون الرسالة العصبية التي تصل إلى القشرة المخية متشابهة، يعني كامل الإشارات كهربائية، نستطيع تمييز بين الرسائل الواردة إلى المخ. لماذا؟ لأن المخ به سطوح القشرة المخية متخصصة، يعني كل سطح له وظيفة. لدينا سطح الرؤية، سطح السمع، سطح الشم، سطح الذوق، سطح الحركي، وسطح الإحساس العام الذي ينقسم إلى قسمين: سطح الإسقاط الذي يستقبل الرسائل العصبية الحسية، وسطح الإدراك الحسي وهو مقر نشأة الإحساس الواعي. وأيضا سطح الحركي للقشرة المخية ينقسم إلى قسمين: لدينا سطح الإسقاط الحركي الذي يثير تنبيه تقلص عضلات المحددة، وسطح القرب الحركي الذي يبرمج وينسق الحركات. ملاحظة: يتحكم نصف الكرة المخية الأيسر في الجهة اليمنى للجسم، ويتحكم نصف الكرة المخية الأيمن في الجهة اليسرى للجسم. فإذا حدث خلل في سطح معين، مثلا إثر حوادث مرور، فحدث تلف في باحة البصرية، نقدر نقوله باحة ولا سطح، عن طريق سقوط منطقة من الرأس رغم سلامة العينين، لأنه سوف يؤدي إلى فقدان حاسة البصر.
لأن التلف في أي منطقة سوف تعجز عن استقبال الرسائل وتحديدها وترجمتها، وبالتالي فقدان الوظيفة الحسية أو الحركية. الحركية يوجد نوعان في إرادية ولا إرادية، وهذا ما سندرسه بالتفصيل في الفيديو القادم، وإلى اللقاء.